يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه مواجهتي الاهلي والترجي التونسي ذهابا وايابا في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بيشكلوا مهمه صعبه جدا للفرقتين. الحقيقه طبعا كل فريق منهم بيجهز نفسه عشان يحسم التاهل للنهائي من اول لقاء الذهاب ان قدروا. طبعا تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز كابتن ايهاب المصري وهو مهاجم المقاولين العرب السابق اللي منورنا. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك طبعا، وصباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي، وصباح الخير طبعا على وند اللي نتمنى لها كل السلامة ان شاء الله، وترجع بألف سلامة تنور معاك تاني ان شاء الله. كلها ايام بسيطة جدا باذن الله وترجع تنور البرنامج مرة تانية ان شاء الله باذن الله. طيب عايزين بقى نتكلم مع حضرتك بداية كده عن توقعاتك فيما يتعلق بمباراة الذهاب تحديدا في ملعب رادس ما بين الاهلي والترجي التونسي. طبعا هي مباراة كبيرة جدا بين فرقتين كبار في القارة الافريقية. النادي الاهلي هو بطل القرن الافريقي وبطل البطولة الافريقية وحامل اللقب الموسم الماضي، بيلعب نادي الترجي. طبعا عارفين الترجي والنادي الاهلي بتبقى دايما مواجهات صعبة جدا بين الفرقتين. في كل فرق شمال افريقيا بصفة خاصة بيبقى في ندية كبيرة جدا، بيبقوا قدام الاهلي وتلاقي في تحذير كده قوي جدا. اكيد لان هم عارفين قيمة وحجم النادي الاهلي، فبيبقى في تركيز شديد جدا، بيبقى في يعني تحفيز في كل حاجه هناك، بيبقى في حوافز ودوافع كتير عندهم، وبيبقى في شحن معنوي هناك وشحن فني للجمهور هناك في تونس والصحافه التونسيه فكل العوامل بتكون مهيئه لمباراه كبيره جدا. مباراه كل افريقيا اعتقد بتنتظرها، بين فرقتين كبار، بين قامتين في افريقيا كبار جدا. فاعتقد النادي الاهلي شغال الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا، قدر يتخطى عقبه كانت قويه جدا ومهمه جدا، هي عقبه صن داونز. فاعتقد النادي الاهلي ومصر موسيماني الفتره دي بيذاكر كويس جدا فرقه الترجي، وعارف ان فرقه الترجي السنه دي الى حد ما الفتره اللي هي احنا متواجدين فيها دلوقتي في الترجي فنيا بشكل كويس. فاعتقد مصر موسيماني مذاكر الفرقه كويس وهيحاول يعني يعوض بعض الغيابات اللي هتكون موجوده، ونشوف ان شاء الله باذن الله يقدر يعوضها باذن الله. طب فكره ان الترجي يعني هيلاعب النادي الاهلي بغض النظر عن تاريخه تمام، بس هو هيلاعب اللي هو حاليا احنا بنتكلم على ثالث عالم في مونديال العالم بطل افريقيا والسوبر الافريقي و الى اخره. هل التفاصيل دي تخض اكتر ولا تستفز اكتر؟ يعني طبعا نادي الترجي هو عارف اكيد، يعني بعيد عن البطولات اللي احنا بنتكلم عليها، هو عارف هو بيلاعب مين، عارف القيمه الكبيره اللي جايه له، عارف اللي هو بيلاعب فريق على مدار التاريخ او المواجهات التاريخيه بينه وبين بعض هو متفوق عليه، حتى في تونس بيتفوق عليه، بيبقى ليه الافضليه في تونس كمان يعني. فهو عارف قيمه وحجم النادي الاهلي طبعا لما يكون جاي له كمان اللي هو جاي كسبان نهضه البركان في السوبر، فعنده المعنويات بتاعته مرتفعه، بيهدف للنجمه العاشره. فكل دي اكيد نادي الترجي حاططها في حساباته، وكل التركيز اللي هو بيحاول على قد ما يقدر ينهي الامور ويحسمها من موقع تونس. يعني هو كل التركيز في الترجي دلوقتي اللي هو ما يستناش للامور الحاسمه في القاهره، لان هو عارف النادي الاهلي في القاهره هيكون عامل ازاي، لان هو بيكون يعني اي فريق في افريقيا عارف النادي الاهلي في مصر هيكون عامل ازاي، هيعرف يتعامل مع اللقاء بشكل قوي ازاي هنا في مصر. فما بال حضرتك بقى هناك، هو في تونس النادي الاهلي بيبقى فيه تفوق تاريخي للنادي الاهلي على الترجي في تونس، فاكيد نادي الترجي عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واعتقد التركيز واضح هناك في تونس. اللعيبه هناك هتلاقي مقفول عليها الفتره اللي جايه اعلاميا كمان من نادي الترجي، في حاله تركيز شديده هناك. فاتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي في قمه تركيزه وقمه توفيقه في اليوم ده ان شاء الله باذن الله. الاسبوع اللي فات يا كابتن كنا بنتكلم على ان في خمس لعيبه اساسيين في فريق الترجي منهم ثلاثه جزائريين عملوا مشكله كبيره، وقال لك احنا عايزين مستحقاتنا دلوقتي اهو والا هنفسخ العقد. النوع ده من الحاجات ممكن يبقى له انعكاس سلبي على الاداء على التركيز بالنسبه لعيبه الترجي؟ اكيد، لان دي لعيبه محترفه في المقام الاول. يعني انت حضرتك بتتكلم ثلاثه جزائريين، واعتقد منهم حمدي الهوني كمان في الليبي اللي هو في الموضوع كمان، فاعتقد ان دولت محترفين، فالاهم عندهم الماده اللي يهمهم اللي هم يكون عندهم استقرار مادي واستقرار اداري. ده اللي هينعكس عليهم، لما يكون في استقرار مادي او اداري هيكون في استقرار فني في الملعب، فهقدر ادي في الملعب وهقدر اركز كل تركيزي في الملعب بس، مش هركز بره الملعب. لكن اعتقد نادي الترجي حاول يحل الامور بشكل سريع وهيحاول يحلها، لان هو عارف هو مقبل على ايه، وعارف اللي هو داخل على مباراه كبيره جدا، مش هتستحمل اي او مش ناقصه بالنسبه له يعني الامور مش هتستحمل خروج كمان من البطوله الافريقيه، واللي نتمناه طبعا اللي هو يخرج من بطوله افريقيا.
فاكيد هو بيحاول في اسرع وقت يحل المشكله دي. طب تعالى انا وانت وامه لا اله الا الله اللي بيتفرجوا على حلقتنا دي نطمن سوا على تدريبات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي المتواجد حاليا في ملعب التتش. ده هيحصل من خلال مراسلنا العزيز محمد توفيق. يا ابو حميد صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، يعني بصبح عليك وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي، تحياتي ليك وتحيات الكابتن ايهاب المصري. قول لنا بقى ايه الاخبار اللي عندك، احكي لنا كده كيف هي الصوره. يعني خير بدايه لاسبوعنا في 10 الصبح في الاهلي النهارده الاحد، والبدايه بتدريب الفريق الاول. يمكن الفريق بيستأنف تدريباته اليوم الرابع على التوالي، يمكن الفريق بدا يتجمع الساعه 10 صباحا. اللاعبين بداوا باجراء المسحه الطبيه طبعا تمهيدا ان شاء الله للسفر الى تونس يوم الثلاثاء المقبل. وبعد المسحه يمكن اللاعبين كلهم خرجوا حاليا زي ما انت شايف في الكاميرا من ورايا بيادوا تمرين الفريق. يمكن النهارده هيبقى فيه تمرين وبكره اجازه، ويوم الثلاثاء هيبقى فيه تمرين صباحي، وان شاء الله من بعد التمرين هيبقى التوجه لمطار القاهره والسفر. يمكن زي ما نتكلم بالتفصيل اكتر عن اليوم، زي ما قلت لك اتجمعوا الساعه 10. يمكن معظم اللاعبين اللي كانوا مصابين كمان تواجدوا قبل الفريق بشويه، يمكن قفشه وصل يمكن على الساعه 9:30، وكمان محمود متولي وكمان محمد هاني طبعا عشان يستكملوا برنامجهم التاهيلي. وان كان طبعا زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا على شاشات قناه النادي الاهلي ان فرص قفشه هي الاقرب ان شاء الله تمهيدا لانه يسافر مع الفريق ويكون موجود في مواجهه الترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله في مباراه الذهاب. لكن الفريق كله بشكل عام مستعد بشكل اكثر من رائع. يمكن النهارده كمان عودة المحترف المغربي بدري بانون، يمكن بعد مشاركته في فترة التوقف الدولي مع فريق أو منتخب المغرب للمحليين عاد يمكن بالأمس مساء، والنهاردة موجود في التمرين. طبعا حراس المرمى تمرين قوي جدا بدأ قبل الفريق، كمان محمد الشناوي علي لطفي وحمزة علاء، طبعا مصطفى شوبير في المنتخب الاولمبي فغير متواجد مع الفريق. يمكن اجواء اكثر من رائعه، كمان بننتظر وصول خلال دقائق كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه ان شاء الله المتجهه الى تونس علشان يجري المسحه الطبيه تمهيدا للسفر، وكمان علشان يكون متواجد مع الفريق خطوه بخطوه كعادتنا بيه وعهدنا بيه في الفترات الصعبه. دايما بيكون كابتن محمود الخطيب حريص على انه يكون موجود مع الفريق ويأزرهم ويكون رئيس البعثه. يمكن ده يعني زي ما بنقول بيدي دافع وبيدي حماس اكثر للاعبين، وبيعرفهم يعني اكبر قياده في النادي الاهلي هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. وطبعا كابتن محمود الخطيب بتاريخه كلاعب وكاداري وكمان وجوده كرئيس النادي الاهلي مع الفريق اكيد بيفرق كتير. يمكن الفريق زي ما قلت لك برنامج الاستعداد لا من هنا لحد السفر لتونس ان شاء الله هيكون الفريق ان شاء الله اول حاجه التمرين النهارده، بكره ان شاء الله اجازه لكل اللاعبين، يوم الثلاثاء ان شاء الله الفريق هيتجمع الساعه 9 الصبح والتمرين هيبقى 10، ومن بعد التمرين هيبقى التوجه الساعه 1 ظهرا لمطار القاهره تمهيدا للسفر الى تونس. يمكن خلينا اكلمك بقى على معظم اللاعبين اللي مش موجودين في التمرين النهارده. علي معلول، اليو ديانج، والتر بواليا هينضموا للبعثه الثلاثه في تونس، ان بالفعل هم كانوا موجودين في تونس مع منتخباتهم فتره التوقف الدولي، فهينضموا ان شاء الله بدايه من يوم الثلاثاء لبقيه البعثه ان شاء الله في تونس، ويكونوا ان شاء الله موجودين في اول تمرين والفريق اتمرن بشكل تام. يمكن لاعيبه المنتخب الاولمبي مصطفى شوبير، احمد رمضان بيكهام، اكرم توفيق، صلاح محسن، ناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر هينضموا التدريب الاخير قبل السفر يوم الثلاثاء ان شاء الله هيكونوا موجودين مع الفريق وهيتمرنوا معاه بشكل طبيعي، ومن ثم ان شاء الله السفر والتحرك لمطار القاهره تمهيدا للسفر لتونس. زي ما قلنا يمكن بدر بانون كان اول الواصلين من المحترفين وموجود، البرنامج التاهيلي للاعبين يعني بيسير بشكل اكثر من رائع ان شاء الله. املنا كبير جدا ان ربنا يتم شفاء قفشه على خير ويكون موجود مع الفريق. طبعا قفشه من العناصر الاساسيه والمهمه، محمد هاني ان شاء الله ومحمود متولي ان شاء الله ربنا ييسر الحال ويكونوا موجودين باذن الله بدايه من مباراه العوده هنا في القاهره، وان شاء الله الفريق يكون جاهز وكل التشكيل متاح امام مستر بيتسي موسيماني عشان يختار ال11 لاعبين ان شاء الله اللي يبدا بيهم المباراه، وان شاء الله يكون النادي الاهلي اي 11 لاعب في الملعب ربنا يكتب لهم التوفيق ويكتب لهم الفوز ان شاء الله. يعني استكمالا لحديثك مع كابتن ايهاب المصري في الاستوديو، مباراه كبيره طبعا، لكن النادي الاهلي اعتاد دايما على الفوز في تونس وكمان خاصه امام الترجي. يمكن النادي الاهلي طبعا نتائجه وتاريخه معروف امام الفرق التونسيه، وان شاء الله املنا في النادي الاهلي كبير، وان شاء الله يعني تكون خطوه قريبه جدا وتقربنا من البطوله العاشره واللقب الغالي على كل قلوب جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الاجواء اكثر من رائعه، يمكن درجه الحراره عاليه بقى، نكلمك على الاجواء في هنا في النادي درجه الحراره عاليه شويه، لكن طبعا اللاعبين خلاص ما فيش وقت، كان اجازه 6 ايام بقى لنا 4 ايام، يعني ده رابع يوم على التوالي بنتمرن. الاستعداد بيصير على قدم وساق. يمكن الاجواء في النادي كلها بشكل عام اكثر من رائعه، الملعب تم تجهيزه بشكل اكثر من رائع عشان يحتضن تدريب النادي الاهلي النهارده. يمكن كمان عاوز يعني اروح لابطال تاني في النادي الاهلي
اعرفك على اخر السنوات يمكن فريق الطايره بالنادي الاهلي، الفريق الاول رجالي يمكن صعد لدور الثمانيه، كان في دور ال 32 تغلب على شقيقه الدخان 3-0، وفي دور ال 16 تغلب يوم الجمعه على فريق الطيران 3-0 وصعد بالفعل لدور الثمانيه، هيقابل ان شاء الله غدا الاثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل هنا بالنادي الأهلي في 6 مساء، هيقابل فريق الترسانة إن شاء الله يكون الفوز حليفه ومن توفيقه الأهلي يصعد لدور الأربعة إن شاء الله. هيبقى في انتظار مواجهة الفائز من الاتحاد وهليوبلس، وده هيبقى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. يمكن المباراة قبل النهائية والنهائية هيبقى الخميس والجمعة إن شاء الله، هيقاموا المباراتين على ملعب محايد في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. إن شاء الله يا رب نتمنى يعني ربنا يكلل مجهود فريق الماسترز أو رجال الطائرة في الأهلي بمجهودهم بكل التوفيق. يمكن الفريق عمل البطولة المحلية الدوري فاز بيها ويكملهم بالثنائيه، ويبقى يعني اللقب للموسم الثاني على السواري بيحقق الثنائيه. يمكن فريق الانسات سبقه واخد الدوري واخد الكاس، وده عهدنا دايما بفريق الطايره في النادي الاهلي. يمكن كمان يعني انتصارات الطايره مستمره على طول، فريق 15 سنه كمان اتغلب بالامس على هوليليدو في بطوله الجمهوريه تحت 15 سنه، اعتقد كلها انجازات وكلها فعل خير ان شاء الله ان فريق القدم يعني زي ما بنقول اللعبه الشعبيه الاولى في مصر وفي العالم كله ان شاء الله يحقق كل طموحات جماهير النادي الاهلي ويكونوا عند الموعد ويكونوا عند ثقه كل جماهير النادي الاهلي فيهم، وربنا ان شاء الله يكتب لنا التوفيق والنجاح وتبقى الخطوه الاولى من تونس اول 90 دقيقه او الشوط الاول من مباراه الدور نصف النهائي ونكون موفقين فيها ونحقق نتيجه ايجابيه، ويبقى الاكتمال هنا ان شاء الله والصعود في مباراه العوده يوم 26 ان شاء الله، ويكون النادي الاهلي في النهائي وينتظر الفريق الاخر يوم 17 يوليو ان شاء الله والتتويج بالنجم العاشر. كلمه ليك كريم. من بقك لباب السبا يا محمد، ونورتنا، بنشكرك على التغطيه المتميزه دي، جزيل الشكر. كابو كباتن هنرجع مره ثانيه نكمل كلامنا معاك، بس بعد اذنك نطلع فاصل سريع وعوده على 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده على 10 الصبح في الاهلي والضيفنا العزيز كابتن ايهاب المصري اللي منورنا. واحنا الاثنين ساعدنا واكيد الناس كلها ساعدت جدا لما شفنا ان قفشه بيشارك في التمرين، وان شاء الله باذن الرحمن يبقى كامل الجاهزيه والاستعداد للمشاركه في مباراه الذهاب. في عندنا لعيبه طبعا، كل اللعيبه بطبيعه الحال كلهم على الراس من فوق، لكن في لعيبه كده بيبقى لها خصوصيه، وقفشه واحد من اللعيبه. قفشه خلاص، هو قفشه قدر يسيطر على قلوب الاهلاويه بعد مباراه نهائي افريقيا الموسم الماضي، فاعتقد خلاص يعني قفشه دخل وارتبطت دي جمله القاضيه ممكن، فخلاص هو قفشه دخل قلوب الاهلاويه خلاص بمجهوده في الملعب برضو. يعني اقول لحضرتك حاجه، قفشه تطور كتير جدا مع مستر موسيماني عكس اداؤه مع مستر فايلر، فاعتقد ان قفشه بيأدي مع مستر موسيماني فتره واداء كبير جدا، تطور اداؤه بشكل كبير جدا مع مستر موسيماني، هو طور من نفسه بشكل كبير جدا، بقى اصبح هو العنصر اللي بينجح بشكل كبير خطه مستر موسيماني وطريقه لعبه. فانا كنت مبسوط جدا، يعني اللي هو بيجري النهارده بشكل كويس الحمد لله، يعني ربنا يكمل شفاه على خير. الفترة اللي فاتت شفناه كلنا هو بيجتهد وبيحاول اللي هو يلحق باللقاء، ما خدش الوحيد اللي ما خدش اجازه ما خدش الراحه السلبيه بشكل كبير، كان بيشتغل في الجيم، بيشتغل على رجله تقويات، وده واضح النهارده اللي هو يعني الحمد لله بيجري بشكل سليم. لكن طبعا هو قفشه موضوع الانكل ده بيبقى فيه ترنات او فيه فنتات كتير قوي، وهو طريقه لعبه كده، فاتمنى ان شاء الله يكون سليم 100% على يوم ال 19 ان شاء الله باذن الله. لان لو 50-50 زي ما قلت لحضرتك كنا بنتكلم في الفاصل لا انا ما اتمناش ان قفشه يشارك لو 50-50، اتمنى يكون متواجد مع الباس عادي لان يدعم زمايله ويكون متواجد مع زمايله، لكن 50-50 لا انا ممكن اخسره في الماتش واخسر قفشه لمده شهر على الاقل ولا حاجه، لا انا لو 50-50 قفشه يكمل البرنامج العلاجي بتاعه بشكل مكثف وبشكل كويس عشان ان شاء الله باذن الله يكون عامل مؤثر في ماتش العوده هنا في القاهره، وزميل ليه هيأدي الدور وعلى افضل وجه ان شاء الله يكون سليم 100%، بس هيأدي نفس الدور بجديه واجتهاد اكتر، يبقى ده افضل بكتير، وخصوصا ان دلوقتي بقت كل الاصابات يعني من 3 اسابيع شهر ونص، فانا ليه اخسر واحد مهم زي قفشه لو هستنى عليه اسبوع كمان ويرجع سليم وهيفيدني في مباراه العوده، انا ما عنديش مشكله استنى واستحمل الاسبوع، لكن ما اتمنى ما نخاطرش بقفشه في ماتش الذهاب هناك في تونس مع احتياجنا الشديد لقفشه، لكن ان شاء الله باذن الله اللي موجود يعوض ويسد ويكون على قد المسؤوليه باذن الله. هل بالمناسبه شايف ان كابتن بيتسو موسيماني كان قادر على التعامل مع ملف الغيابات في الفتره الاخيره بشكل كويس؟ بنسبه كبيره، لان في اماكن يعني قدر يتعامل مع غياب علي معلول المؤثر جدا على الناحيه الهجوميه، واللي لكن طال الحقيقه طال جدا، وعودته اسعدتنا كلنا في ماتش نهضه بركان طبعا. اعتقد كان وجوده ونزوله في الشوط الثاني في ماتش نهضه بركان كان نقطه تحول، شخصيه كبيره في الملعب، شخصيه النادي الاهلي موجوده في علي معلول، حل هجومي كبير جدا عند علي معلول،
انما وجدناها دفاعيا عند ايمن اشرف، كان حل دفاعي ايمن اشرف قدر يعوض غياب علي معلول شويه دفاعيا، لكن هجوميا كان علي معلول كان سايب فراغ كبير جدا عند النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. حمدي فتحي طبعا غيابه كان مؤثر، لكن طبعا وجود ديانج والسوليه بيأدوا بشكل كبير جدا، مع وجود اكرم توفيق، ففي غيابات اثرت وفي غيابات يعني الحمد لله برضو ايه مش البديل، لان لعيبه النادي الاهلي كلها على قدر طبعًا على المستوى الواحد، ولعيبه كبيره جدا، ولعيبه كلها لعيبه منتخبات، ويقدروا يعوضوا غياب بعض، ويقدروا يشيلوا فرقه لوحدهم كل لعيب في نص الملعب. بس ده ما يمنعش برضو ان اكيد عوده الغيابات، يعني بنتكلم على علي معلول يعني وحمدي فتحي ومحمود متولي حل من الفرق، وقفشه نفسه اللي كنا بنتكلم وقفشه عوده اجايم بعد فتره برضو. اعتقد الغيابات دي كلها لما رجعت الفتره اللي فاتت هتدي حلول كتيره واريحيه لمستر موسيماني، هيقدر يعمل اللي هو عايزه في الملعب، هيبقى عنده خطط بديله، هيبقى عنده مفاتيح لعب كتير، هيبقى عنده الامور كلها، الاوراق كلها متاحه بالنسبه له. اكيد اكيد. فدي بالمناسبه انت لو كنت مكان بيتسو موسيماني كنت هتبقى قلقان من ايه، خصوصا في مباراه الذهاب في رادس؟ هو طبعا يعني الترجي طبعا لو هنتكلم عليه، هو الترجي عنده القوه بتاعته تتمثل في ثلاثي خط الوسط اللي هو الشعلالي وبن غيث وبن رمضان عندهم، وفي كوليبالي كمان، يعني الاربعه دولت في نص الملعب ثلاثه منهم بيلعبوا، اعتقد عندهم ميزه كويسه جدا، ميزه التصويب، بيشوطوا بشكل كويس، عندهم استحواذ نص الملعب، عنده حمدي الهوني والمحترف تيجولي باين اعتقد او تيجوي، وعنده كمان انيس البدري من اللعيبه الكويسه جدا اصحاب الخبرات، عنده دلوقتي حمدي النجاز، وعنده طبعًا انيس شتي الاثنين، الياس شتي الاثنين الباكين الطرف، عندهم انطلاقات بشكل كبير جدا، بيعملوا كروس عرضي بشكل كويس، عنده فيرو مهاجم طويل لعبد الباسط الافريقي بيلعب بدماغه كويس. فهي دي اللي لازم مستر موسيماني بقى يشتغل على النقطه دي، ان انا امنع الباكين الطرف من عمل كروس عرض كتير لعبد الباسط، لان دي ممكن تسبب مشكله للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت تواجد النجاز والياس هيعملوا في ثغره كبيره جدا وراهم، ورا باكين الطرف للترجي التونسي، في مساحات كبيره جدا هتتخلق وراهم. فاتمنى ان محمد شريف وطاهر وحسين الشحات او اي حد هيلعب في النقطه دي يقدر يستغلها كويس، المساحات اللي هتبقى موجوده ورا خط ظهر النادي الترجي، لان خط ظهر الترجي يعني يعيبوا البطء برضه، يعني عنده خليل شمام او اي حد بيلعب جنبه عندهم سنه بطء شويه، فاحنا عندنا الحمد لله الخط الامامي في النادي الاهلي فيه سرعات زي محمد شريف. سنه البطء دي بقى تستدعي ايه من لعيب يعني من موسيماني، ان هو مثلا هل تقترح على ذكر الشحات ان يكون البدايه بالشحات ومحمد شريف وربنا يصلح الحال ويكون معاهم قفشه كمان، ويخلي حد زي صلاح محسن كورقه رابحه؟ صلاح محسن يعني كورقه رابحه لمرحله لاحقه او لشوط تاني او كذا، بيأديها بشكل كويس الفتره اللي فاتت صلاح محسن، بنشوفه بيصنع الفارق لما بينزل، بيكون في كامل تركيزه، هو بدأ يركز في الملعب بشكل كويس، عشان كده ربنا بيكافئه، كل ما بينزل بيبقى ليه بصمه وليه دور في الملعب، فأتمنى الاستمراريه لصلاح محسن على نفس المنوال. يعني طاهر او محمد شريف وحسين الشحات اعتقد دولت الثلاثي الاقرب لمستر موسيماني في ظل غياب قفشه لحد دلوقتي، فاعتقد هيبقى ده الثلاثي هيبقى عليه شغل كبير جدا طبعا طبعا في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، ان هم يعملوا الشقين مع بعض، الارتداد لمساعده الباك اليمين سواء رامي ربيعه، على حسب ما بنسمع دلوقتي ان مستر موسيماني بيجهز رامي ربيعه عشان يقود الجبهه اليمنى في غياب محمد هاني طبعا على المباراه الاولى، ومساعده علي معلول في الجبهه اليسرى من حسين الشحات، فاتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف المجموعه اللي هتلعب ان شاء الله باذن الله، ويكون على قدر المسؤوليه. يا مسهل الحال ان شاء الله. كابتن ايهاب المصري مهاجم المقاولين العرب الاسبق ونجمه السابق، نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا النهارده. انا جدا لوجودك، وان شاء الله نلتقي بيك مره ثانيه على خير باذن الله. والشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.